مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. أتمنى يا رب النهاردة مهاراتنا تنول إعجاب حضراتكم، وإحنا مستمرين معاكم في حلقات المولد النبوي الشريف. النهاردة حلقة خاصة بالملبن، كل أصدقائنا اللي بيحبوا الملبن هنعمله في البيت بطريقة سهلة. النهاردة أنا هعمل في التكنيك بتاعه، مش التكنيك الصعب اللي هو لازم ننزله وياخد طبقات ونعلقه، لأ هعمله بتكنيك سهل لحد أول مرة يعمل الوصفة دي، إن شاء الله تبقى ناجحة معاه وتبقى مظبوطة جدا. خلينا نقول بسم الله وهنبدأ الأول في مقاديرنا. هنعمل الملبن الحبل. بسم الله، الملبن الحبل عندي كوبايتين من السكر، كوباية ونص من المية، ربع معلقة ملح ليمون، وما تكتروش منه، وممكن تستعيدوا عنه بالليمون، ما يجراش حاجة، عصير الليمون نص ليمونة. طيب كوباية إلا ربع من النشا، دي معاها كوباية مية لازم أدوبها فيها، تمام كده؟ ولازم نتأكد إن نوع النشا ده من النوع اللي بيربط على طول، يعني يكون نوع كويس، بلاش السايب، لو السايب هيفرق في المقدار. طيب كوباية سكر تانية، يعني المفروض المقدار ده فيه 3 كوبايات سكر. طيب عندي معلقة كبيرة سمنة أو زبدة، وعندي معلقة مية ورد أو ماء زهر زي ما تحبوا، عندي عين جمل كامل، وعندي كمان إبرة وخيط ونشا. نشا وسكر بودرة يا أولاد، ما يا نودي إحنا هنزود بس يا أولاد في الكنترول سكر بودرة، عشان بنخلط النشا مع سكر البودرة. بصوا بقى، أنا بجيب العين الجمل، وعندي الخيط، الخيط ده خيط دبارة عادي، والإبرة فاكرينها بتاعت زمان بتاعت المنجد دي اهي، بتتباع دلوقتي باكت كده على بعضه، في احجام للابر، صغير ووسط وطويل، ودي اكبر واحده فيهم. جبت الخيط ده بيتباع في كل المكتبات، مفيش اي مشكله خالص، لازم يكون رفيع ما يبقاش تخين عشان ما يكسرش العين الجمل. وبعدين احاول ادخل الخيط مع حضراتكم اهو، وهبدا بقى امسك كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اجي هنا كل ظهر عين جمالية تلاقوا فيها حته كده، دي اللي شويه ناشفه يعني الجزء الابيض ده، فانا ايه هقول بسم الله كده، واحاول ايه ادخل بالراحه سنه سنه عشان مش عايزاها تتقسم، ولو اتقسمت هدخلها برده، بس ايه هجمع عود مثلا يبقى متقسم. خليني بس الاول عشان دي بتتلف، بطلع حته صغننه بس من هنا، بسيب حته بس كده، وما بلضمش الخيط، لان انا باجي في الاخر ايه الطريقة اللي أنا هعملها بيه دي مش هحتاج ألضم الخيط، عشان العين الجمل مش هيقع منها، ده أنا هنيم عين الجمل فوق الإيه؟ فوق الخليط بتاع الملبن نفسه، هفرده وهحطه جواه. العكس تماما، لو أنا كنت هعلقه أو هاخده طبقات فوق بعض، يبقى أنا في الحالة دي هلضم من تحت عشان ما يقعش الإيه؟ العين الجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهو بس بالسياسة كده عشان إيه؟ أهو بسم الله، ونقفلها كده على حسب بقى زي ما انتوا حابين. ده الملبن الحبل. خلاص نعمل بقى كام واحده كده مع بعض، نسمي الله، بسم الله، ونحط هنا اهي كده كده، تمام كده اهو، الله، برضو لازم افرد ده عشان لو هي تخنت هتتقسم، وبالراحه بالسياسه بالراحة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الجمل ده ليه فوائد كتير، وأفضل إن حضراتكم كمان تدوا للولاد من ضمن اللي هي إيه النتس أو المكسرات النافعة ليهم زي اللوز، عشان في نسبة أحماض دهنية بتقلل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وبتمنع الدوخة، بتمنع الإحساس بالدوران، بتحمي من الجلطات، وكمان عايز أقول لكم العين الجمل ده بيزيد من معدل الحرق جدا، في نسبة نحاس عالية بتمنع هشاشة العظام. شوفوا احنا بندور على النحاس ده في الفيتامينز او المالتي فيتامينز بنسب موجود في العين الجمل. وعايزة اقول لكم بيحافظ كمان على مستوى الكولاجين جوه الانسجة، وفي كمية مضادات اكسدة جميلة، وبيحمي من الكانسر او سرطان الثدي لا قدر الله. في بقى نسبة عالية من اوميجا 3 عشان التركيز، وظايف بقى الذاكرة للولاد، ممتاز ليهم قوي عشان الدراسة وعشان المدرسة. وعايزة أقول لكم رائع لبصيلات الشعر، هي دي اتقسمت بس أنا هتحايل عليها كده، غني بحمض الفوليك، بيحمي الأجنة من التشوهات، رائع جدا، يعني فوائده كتيرة جدا. تعالوا ناخد كده كام واحدة، احنا إن شاء الله نعمل كده حبل واحد، ونقيه بسم الله بسم الله
ولازم افرد الايد دي كده، كل ما تتبرم ارجع افردها عشان تبقى مفروده معايا. معلش انا ايه بفرد بس. بسم الله الرحمن الرحيم. كام واحده كده كده، ايوه بسم الله اهو. وناخد تاني. شايفين من كده اتسلى بقى فيهم وانا قاعده الاول، وبعدين نبدا نعمل ايه خليط الملبن بتاعنا، علشان الخليط ده مهم جدا. تعالوا الاول، طب نبدا نحط الخليط كده وبعدين نشتغل مع بعض. اعمله لكم الاول في الوق احسن علشان تبقوا شايفينه حضراتكم بشكل اوضح. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا هنحط كوبايتين السكر اللي هما دول، وهسيب كوبايه دي مش هحطها دلوقتي، يبقى ادي كوبايتين السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي هنا المعيار فيه كام، قد ايه ميه يا اولاد؟ كوبايه ونص. دي كوبايه واحده اهي، وهجيب النص. ثانيه واحده، هي الكوبايه 200 جرام من الكوب المعياري، ونص اهي اهو، وادي النص. حلو الكلام. بالمعيار مع حضراتكم واحده واحده. هنبدا نقلب كده بالراحه مع بعض، سباتولا او ويسك صغير. نشيل بقى المعلقه دي من هنا، هنقلب كده بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم، لحد ما يدوب السكر والميه دول. حلو الكلام، كلام جميل اهو. وبعدين احنا عندنا ما تنسوش هعاير تاني كوبايه ميه اللي اتفقنا هاخد معاها نص كوبايه النشا. ده النشا دي نص كوبايه هنعايرها برضو. الكوبايات اهي جنب المعياريه، وطبعا زي ما اتفقت مع حضراتكم نوع النشا لازم يكون نوع كويس، نص كوبايه او كوبايه الا ربع. انا هعاير كوبايه الا ربع علشان الدنيا تبقى جميله كده. سهل وبسيط، تقدروا تعملوه في البيت في اي وقت انتوا محتاجينه اهو. بسم الله. هاخد بقى احنا الاول ايه، ناخد الاول نجمع كده الكوبايه الميه تاني. الجارات جنبي، ممكن اخد من هنا، خليني اخد من ده. بسم الله اهي كوبايه كامله اهي. وهاخد كده مع حضراتكم الاول بوله صغننه، ممكن تبقى دي ما يجراش حاجه. دي قد ايه بقى؟ هنشوف دلوقتي النشا قد ايه هنا، عشان النشا ده شكله قليل. طيب خلينا نحط كده بالمعلقه عشان نكمل الاول النص دي كده، هنعاير نص كوبايه الاول. ده في نشا تاني اهو جنبي، ولا ده سكر؟ استنوا، لا ده نشا. تمام، ادي كده نص كوبايه خلاص، وهشيل النص وهجيب الربع عشان اوزن بيه اهو. يبقى كده كوبايه الا ربع ايه؟ النشا. حلو الكلام، كلام جميل. تعالوا بقى ايه نطلع العين الجمل كده، وادي كوبايه الميه. هنبدا ايه ندوبهم مع بعض اهي. هحط بقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم كوبايه الميه. خلينا ندوب الاول. بصوا بقى الميه بسكر دي لازم تدوب تماما، ما يبقاش فيه اثر للسكر اهو. ادوبها كده انا بس عشان النار ما كانتش لسه شغاله، فهي ايه تدوب كويس. وانا هدوب هنا كمان النشا بالميه اللي قلت لحضراتكم عليه. خليني كده اخد شوكه احسن عشان ايه اتخلخل فيه الايه النشا لحد ما تبقى اهي. شايفين ازاي؟ بسم الله بسم الله اهو.
هقلب بقى تقليبه هنا كده لحد ما يدوب، ما يبقاش فيه اي تكتلات. ده مهم قوي. خلاص احنا كل ده بنراعي ايه؟ ان الوصفه تطلع معانا ناجحه ومظبوطه بمعايير مظبوطه مع حضراتكم. الكوبايه اللي هتستخدموها لو مش كوبايه معياريه استخدموا كوبايه مج الشاي، المهم تبقى نفس الكوبايه هي لكل المعايير، هي للنشا، هي للميه، هي للسكر، هي لكل حاجه. ماشي الكلام؟ ينفع مج الشاي؟ ينفع. هو تقريبا على فكره قريب من المعيار ده، بس تختلف في حاجات بسيطه قوي، فروق بسيطه يعني. طيب هاخد بقى الويسك ده، احسن مريح بالنسبه لي. ندوب بقى الميه دي والسكر. تعالوا بقى هحط انا عصره ليمونه افضل بالنسبه لي. ليه بقى؟ بخاف ساعات نوع ملح الليمون يبقى لاذع، فعشان كده بامن بالايه؟ بالعصير الليمون. لو لقيتوه خشن ما تحطوهوش. في نوعين، في نوع ناعم قوي وفي نوع خشن. الخشن ده بيعمل طعم لاذع، بلاش منه. طيب هنبدا بقى نحط النشا والميه. شوف انا ايه، بسم الله، واحده واحده مع التقليب. انا بقى مش عايزه اعلي النار. ليه؟ علشان انا مش عايزاه يتلسع. وبعدين بص هو دلوقتي لونه عامل ازاي، وطبعا النشا خلاص نزل اهو، شايفين كله دايب. هنبدا نقلب تقليبه لحد ما يبدا يتقل معانا. انا بس نفسي استخدم حاجه تانية ما يبقاش ليها صوت كده عالي زي اللي انا بعمله عشان ما ادوش حضراتكم كده. ممكن نعمل كده لحد ما يبدا هتلاقوا اللون الجيري الابيض القوي ده بدا يفتح شويه شويه الى ان يميل الى اللون الشفاف اللي احنا متعودين عليه في الملبن دايما. تمام كده. ونودي بترصلي الملبن، بتقطعلي الملبن الحبل اللي احنا عملناه وبترصولي في الطبق دلوقتي. اعملولي في طبق مدور يا نودي لو سمحتي، دواير دواير كده. قاعده جنبي بتظبط لي الحاجات. نقلب كده وشيمه على وداني جوه في الايربيس. نقلب نقلب لحد ما ايه يبقى اللون يميل الى اللون الفاتح شويه. ودلوقتي بقى انا مش هطول على حضراتكم، هبدا كده اشتغل عليه على نار هاديه لحد ما يوصل للدرجه دي. نستسمح حضراتكم نطلع استراحه، نرجع بعد الاستراحه نشوف شكله بقى ايه في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. بصوا بقى بدا يبقى اللون يميل للشفافيه ازاي اهو. هنبدا بقى كوبايه السكر، القطر حضراتكم هما 3 كوبايات، حطينا 2 في الاول. هنبدا نضيف واحده واحده بالتدريج، نص في نص. بس ايه محتاج قوه ايدين شويه على مرحلتين كده. ونقلب. ميه الورد ما تحطهاش في الاول خالص عشان ما تمررش، لازم تبقى في النهايه بعد ما يبقى عجينه، يعني بعد ما يوصل للقوام اللي احنا عايزينه. ادينا فيه كده على طول. انا بقى هوصله المرحله دي هوريكم يبقى قوامه ازاي، او تجربته ازاي تعرفوا بيها انه ده القوام المظبوط. هو بقى محتاج هيتقل شويه عن كده كده. خليني معلش اشتغل بالويسك كده دقيقة واحدة بس عشان ايدي هنا اخف شوية من الويسك لان ايديا ما بتستحملش اليمين خالص. بصوا هنا شايفين ازاي المرحلة دي بقى. بصوا اجيب طبق كده. حاضر يا حبايب قلبي، عايزة اوريكم بس ايه مرحلة. بصوا هنا دي لو انتوا عايزين تعملوه الحبل اللي هو ايه بيتعلق وتدوله كذا طبقة. هاجي اجيب كده. بصوا بصوا كده وقع مكانه، ثبت ما اتحركش. هو ده هو ده بقى اللي انتوا عايزين تعملوه، تنزلوه فيه. ناخد الحبل كده ننزله فيه وبعدين نطلعه. دي طريقه، انا بقى هعمله بطريقه تانية. هكمل بس بقيه كميه السكر، الكوبايه اللي فاضله. يبقى احنا كده حطينا 2 كوباية سكر في الاول، عليهم 1.5 كوباية ميه، دوبناهم كويس قوي
ودوبنا سكر تماما، رحنا اضفنا كوبايه الا ربع من النشا، حطينا عليها كوبايه ميه خلاص، وايه دوبناها الاول ونزلناها على الخليط، بدا يديني اللون الجيري اللي هو الايه الابيض الجيري زي التباشير كده، وبعدين بدا يفتح 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 طول ما هو على النار. طبعا انا بخلي النار متوسطه عشان ايه الحق يعني يظبط معايا ما يتلسعش مني وما يبقاش مش تمام. خلاص كده تمام. تعالوا بقى هنقلب تقليبه كمان، هنحط بقى هنا قبل ما يعمل بقى الحاجات دي نحط معلقه واحده زبده او سمنه علشان تديله الليونه، او زيت لو عايزين، انا بس بدور دايما على الطعم. خلاص اهي تعالوا بقى هنقلب كده، ده هنطلع منه حاجتين يعني معيارين، شايفين ازاي هنقلب تديله لمعه تديله طعم كده. هو كده مش هيبدا بقى ايه يتماسك في الطاسه، هيبدا بقى يديني عجينه امسك من كده شويه لحد ما يبقى عجينه كده، عارفين زي العجينه. انا عايزاه يوصل بقى للمرحله دي، احنا كده عرفنا المرحله المظبوطه. بصوا صوره كده هيجيبها لنا مخرجنا هنا اللي في القالب اللي انا جربته في المرحله اللي ممكن حضراتكم تتعاملوا بيها عادي جدا، بس دي انا طريقه قلت اعملها تغيروا شويه من ال يعني التكنيك بتاعه على انه يبقى مرهق لحضراتكم. شايفين البتاع ما اتحركتش ما نزلتش ليه؟ علشان هو ده القوام المظبوط، نقدر بقى نغلفه وبعدين نعلقه في اي ستاند ونسيبه شويه. انتوا بقى بتحبوا الطبقه دي رقيقه، الطبقه دي اتخن شويه هنحطها طبقه تانية. انا بس بخاف ان هو يبدا يبرد ويبقى مرهق لحضراتكم، فقررت ان انا اعمله بالطريقه دي، لقيته اسهل كتير، ولو حد عايز يجربه لاول مره بالنسبه له هيبقى مريح. اهو هنبدا بقى نعمل كده لحد ما يبقى عجينه معايا، اهو يبدا يتماسك وتبقى عجينه عجينه حقيقيه. هفردها بقى، هتعمل فيها بالفرد علشان ادخل فيها ده، وهتبقى سهله كتير عليا سواء في الملبن الحبل او حتى في الملبن اللي انا هعمله تاني بالمكسرات، يتقطع بقى مكعبات ويبقى جميل جدا. تعالوا بقى ايه نشوف هنا، ايوه هنزل دي شويه وبرضو انا بقلب معاكو، شايفين ازاي معلقه السمن او الزبده دي ما بتخليهوش يلزق وتخليه ناعم وتخليه في الفرد يتفرد بسهوله مع حضراتكم، مفيش اي يعني مشكله منه. وانا هبدا ادخلي كمان كام واحده عين جمل بحيث ان انا دي مقسومه، وساعات بيبقى من ورا كده ايه يعني بتبقى ملخلخه شويه كده. بسم الله وانا بقلب برضو معاكم متابعاه. ممكن ننزل المقادير تاني يا بنات؟ اه بعد اذنكم، نبقى بس اصدقائنا عرفوا وانا اقول تاني عملنا ايه عشان لو لسه حد يبقى منضم لحلقتنا يبقى عارف الطريقه. بسم الله. ماشي حبايب قلبي، وانا اقول لكم حالا المقادير بتاعتنا مع بعض. المقادير بتاعتنا عندنا 3 كوبايتين سكر هنخلطهم مع كوبايه ونص من الميه، هندوبهم كويس قوي على النار، وبعدين هناخد كوبايه الا ربع من النشا يكون نوع كويس وممتاز ومقاديره مظبوطه، وكوبايه ميه هندوبها فيهم، وبعدين هنحطهم على الخليط ده وتمام، وبعدين هنحط رشه ملح ليمون او عصير ليمون، وبعد كده هخلي كوبايه السكر اللي موجوده عند حضراتكم دي لوحدها موجوده دي في الاخر. بعد ما هدوب الخليط يوصل للمرحله دي شايفين انه يبقى شفاف، هبدا اضيف كوبايه السكر دي على مرتين نص في نص وادوب، وبعدين اخر حاجه هضيفها معلقه الزبده او معلقه السمنه اللي انا ضفتها وسايباه دلوقتي في المرحله دي عشان انا عايزه اوصله لمرحله العجينه انه يبقى ايه عجين حلو كده. وانا عماله اهو بعمل في عين الجمل عقد عقد عين جمل. بسم الله الرحمن الرحيم، يبدا بس ايه يستوي كويس. هيبقى عجينه كده ماسكه نفسها، اقدر ايه افردها بشكل كويس. بسم الله اوعي بعد كل التعب ده، ايوه تتقسمي عشان ما ازعلش. طيب نيجي بقى هنا ناخد واحدتين كمان. طيب ماشي، حد كان عايز ياكل العين الجماليه دي تقريبا، قول الحقيقه شاور على قلبك. طيب كده بسم الله
اهو بسم الله نقلب تقريبا. بصوا اهو شايفين بقى معلقه السمنه تخليه ازاي في الطاسه اهو يبدا يتماسك تاني بس ما يلزقش اهو شايفين ازاي جمال. اهو بدا بقى ايه هيبقى في المرحله اللي يبدا يمسك كمان ويبقى عجين اهو هيدخل في المرحله دي اهو كده. وهبدا اكمل انا هنا الحبل على حسب بقى انتوا عايزين طول الحبل قد ايه يعني كبير وسط صغير زي ما انتوا عايزين. بسم الله الصغير ده بقى هتفرده وتحطوه كده ترشوه بالطول مش هيجرى له حاجه يعني بدل التعب ده كله بس يعني ايه علشان هي بتفرق ان احنا لما نشد الحبل نشده ونطلعه من كل الملبن بشكل بسيط فما يبقاش جواها الحبل ده حد ياكل حته بالحبل ولا حاجه ملهاش لازمه. اصل مره كنت بعمل عرق لحمه بارده وكنت ضيفه في احد القنوات ومع مذيعات يعني وبرنامج حلو قوي برنامج كله ستات وبعدين عملت عرق اللحمه الروست وبعدين كان متربط بالخيط وقعدوا يقطعوا وهما بياكلوا مش حاسين هما بياكلوا الخيط مش عارفه ازاي ما شافوهوش بس يعني ايه فبقيت اقول لهم يا جماعه شيلوا الخيط يا جماعه ما تاكلوش الخيط لحد بقى ما بدانا ايه الناس تاخد بالها وتنتبه يعني تقريبا وقت الاكل ده الواحد ما بياخدش باله من حاجات كتير كده. بصوا تعالوا بقى هنا بسم الله بسم الله لا لا احنا هنعمل بس عود طويل شويه كده شايفين ده خلاص واحدتين كمان وخلاص عقبال ما الملبن كمان يتعمل سلام يا قلبي. وبعدين هجهز بقى الكلان او الاسترتش مع حضراتكم هناخد جزء من الخليط ده نعمله بالحبل والجزء الثاني هنعمله بطريقه ظريفه هتعجب ولادنا قوي تقدروا بقى ايه تدوهم منها او تحطوهم في سوليفان صغير ولو عندكم ضيوف بعد ما نعمله بالنشا كده هيبقى رائع. حلو قوي انكم تحطوا الحاجات دي في البيت عندكم في حاجه كده تقدموا فيها او اللي انتم بتقدموا فيه الحلويات ويبقى عمال ايديكم اهو خلاص كده تمام كده طوله مناسب عشان يطلع معانا بس شويه حلوين شايفين ازاي اهو. طيب انا مش هقفله انا هشيل بقى الابره كده بسم الله الرحمن الرحيم من هنا هخلي بس الطرفين دول امسكهم وهقص المقص كان جنبي حبايب قلبي طيب خليني ممكن بالسكينه ولو ان انا خايفه من السكينه تبقى مش حاميه قوي انتوا المقص حطيتهولي في حته معينه ابقوا هاتوهولي بصوا كده تبقى طالعه بس لبره عشان لما اجي اعرف احطه اعرف اشيل منه تاني وطبعا الابره دي هتتغسل وتتعقم وتتحط بقى واشيلها تاني عشان ممكن استخدمها في اي وقت. شايفين اهو بدا بقى ينشف كده بالشكل ده الطريقه اللي بقول لحضراتكم عليها هي ان احنا ننزله كده ونعمل كده شايفين ازاي كده خلاص شايفين وهوقفه المفروض اوقفه عشان هو سخن جدا احطه بس هنا دقيقه واحده بصوا دول لازم يقف يتعلق دي بقى تتربط كده تتعقد ويقف كده شايفين شكله عامل ازاي ده هينشف عليه اول طبقه لو انتوا عايزين تعملوه. طب احنا الطبقه دي رقيقه هستنى لما اعمل طبقه تانية فوقه بعد ما دي تشد شويه انا بقى
هعمل حاجة ألذ، بس أنا مستنية توصل للمرحلة دي، بس حبيت أوريها لكم برضو عشان أكيد في ناس بتسأل نفسها دلوقتي اللي عارفينه بيعملوه هيقول هي ليه الشيف ما عملتوش في المرحلة دي، فما يستغربوش إن أنا ما عملتوش في المرحلة دي. أهو بدأ بقى يتماسك، شايفين بقى معلقة الزبدة أو السمن اللي احنا حطيناها هنا. بقى مش هحط برضو مية الورد ولا ماء الزهر، أول ما يوصل للمرحلة اللي أنا خلاص هشكله هروح ضيفها واروح مقلبات تقليبة وخلاص عشان تفضل الطعم قوي. لو أنا حطيتها وسويتها على النار غلط إنها تتحط من الأول، لا ماء زهر ولا ماء ورد ولا أصلا الفانيليا تتحط من البداية، حتى لا في شربات ولا في حاجات زي كده، لازم تبقى في آخر حاجة. تمام، خليني بقى أزود النار شوية عشان أنا إيه خلاص فضيت إن أنا أخلي بالي من العجينة. يلا بينا، شيل بس ده، شطف إيدي شطفة سريعة. تمام، يلا حبايب قلبي بسم الله اهو. كده وهبدا بقى اخد هنا، اشيل بقى العين الجمل ده خلاص، هاخد كده اكياس تلاجة، مش لازم يعني يبقى استرتش ولا حاجة، اهو كده اتنين فوق بعض كده، وهاخد ادهن زيت، لازم دهنة الزيت، اوعوا من غير زيت ما ينفعش. خلاص، وهاخد الفرشة بسم الله، هنمسح الاول، همسح كله هنا عشان ده طرفه يلزق فيه فلازم احط له زيت اهو. شايفين ازاي؟ تمام؟ كده تمام، نقلب بقى هنا. يلا بينا، هنزل شوية. شايفين ازاي؟ انا بحاول اسهل على حضراتكم الشويه دول. هاخد كده العود بتاعي ده هنحطه هنا خلاص، وهعمل كده شايفين؟ معلش خليني افتح، هنعمل كده وهنعمل كده شايفين ازاي؟ معلش بقلب ده كده شوية عشان انا ده هعمل كالآتي عليه، هحط عليه شوية مكسرات وهقدمه بطريقة تانية. شفتوا ده اتقدم ازاي؟ اهو لازم يبقى كده، تسلموا يا نور عيني. شايفين ازاي؟ وادي الحبل اهو، ده بقى لازم يدخل التلاجة يمسك. حاضر، من عينيا هشيل لكم. شايفين القوام؟ خليني اخد شوية دول مع دول عشان خسارة. هنا دول بقى هعمل فيهم ايه قمامير؟ هاخد كده عندي مثلا ممكن نفس البايركس على فكره، خليني ايه ماشي محمد ممكن تشوف لي ده بس في السريع كده. بصوا بقى، هاخد الشويه دول هضيف عليهم شويه مكسرات، انتوا حاطينها لي هنا حبايبي. بصوا شايفين اهو، شايفين ده؟ سريعا بس اشطف لي البايركس ده عايزه اقلب فيه. بصوا شايفين ازاي؟ وهعمل ايه بقى؟ هجيب كده بايركس تاني هحطه هنا، عندي شويه من جوز الهند هحطهم كده كقاعده. ويلا بينا ننزل
الخليط بتاع الملبن التاني اللي احنا عاملينه بشكل مختلف. يتقطع بقى مكعبات صغيرة، مربعات صغيرة، وتقدموه بطريقة تانية. ويعني ما ينفعش الا حبل بس، ينفع طبعا. خليني بس ايه اخد هنا. ده سهل وجميل، بس برضو الحبل انا حليت المشكلة اهو. يعني حلينا المشكلة ان احنا نعملها بشكل، الله يخليك تسلم، الله يساعدك كده. بصوا اهو، نساوي، ما تخلوش طبقه ال، يعني ما تبينوش الجوز الهند قوي، احنا عايزينه كده. شايفين ازاي؟ عايزه اقول لكم حاطين بقى فيه لوز زي ما هو عشان الناس تستمتع بيه. بصوا الجمال، عايزه اقول لكم مفيد جدا جدا اللوز ده، يحمي من امراض القلب، يزود التركيز. بصوا هنحط بقى الكيس ده عليه كده، هنسيبه يدخل التلاجة يشد شوية. شايفين الجمال؟ بعد ما ياخد له مثلا 4 ساعات، أقل حاجة 4 ساعات، هيشد. تبدأوا بقى تقطعوه كده بالطول. أدي الملبن الحبل، عملناه بطريقة سهلة، ولا كده ولا تعلقه ولا تقعدوا تربطه ولا تدوروا له على حاجة تربطوه فيها، وتمام. هدخل دول برضو يشدوا شوية في التلاجة، وهبدأ أستعد دلوقتي الاستراحة. نرجع نعمل وصفة من الوصفات اللي بنحبها كلنا، هي الدومية. الدومية اللي هو الملبن الأحمر الحلو اللي بيبقى فيه مكسرات جميلة كده بتعجبنا، أو سادة زي ما انتوا عايزين. تعالوا كده نطلع استراحة ونستكمل مع حضراتكم بعد الاستراحة، في انتظاركم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. ده شكل الملبن اللي كنا مجهزينه بعد ما قعد 4 ساعات. نزلته فيه 3 معالق من النشا، 3 معالق من السكر الباودر، خلطتهم على بعض علشان أبدره ويبقى ما بيلزقش، ونتقطع بقى بالشكل ده الرول. وسحبت الخيط في الطرف، أنا بسقع شوية اللي احنا عملناه مع حضراتكم، وبرضو حطيت البايركس عشان يبقى يعني ايه يشد شوية، عشان لما أعرضه يبقى باين ان هو أخد القوام. ده الملبن الحبل بكل سهوله اللي احنا عملناه، ومقاديره مظبوطه جدا جدا، ان شاء الله حضراتكم تعملوها وتدعوا لي. اهم حاجه اوعوا تنسوني. طيب هنعمل الدوميه. الدوميه او الملبن الاحمر ليه طريقتين. انا ساعات لما مبيبقاش الجيلاتين موجود بستخدم الجيلي، جيلي الفراوله، او اعمله باطعمه جيلي الرمان، وممكن اعمله باي حاجه من انواع الجيلي الاحمر زي التوت مثلا. لكن وتقدروا تعملوه على فكره بالوان تانية، يعني مش شرط الاحمر بس، احنا متعارف عليه ان اللي بيتقدم دايما الملبن الايه الدوميه الحمراء. نقدر نعمل بالمانجا، ونعمل بالاناناس، ونعمل باطعمه كتير. انا هعمل الدوميه على انه ده النوع المتعارف. لما ما بيكونش عندي الجيلاتين بستخدم الجيلي، لان الجيلي عباره عن ايه؟ عباره عن جيلاتين وفليفر، يعني طعم، و يعني لون بيتحط له مضاف له. طيب انا النهارده هستخدم الجيلاتين العادي، عشان لو حضراتكم عايزين تعملوه بالطريقه التقليديه. عندي للدوميه 1.5 كوباية من السكر، 0.5 كوباية عسل جلوكوز، 0.5 كوباية نشا، معاها 1 كوباية ميه هدوبهم مع بعض برضو زي ما عملنا فين في الملبن الحبل، 0.75 كوباية من الجيلاتين. ارجو المعايره لانها هتفرق قوي مع حضراتكم. عندي 1 كوباية مكسرات حسب الرغبه، ممكن يبقى سوداني، ممكن تحطوا 0.5 كوباية سوداني شويه، وناخد جزء ساده، او ناخد جزء بالبندق، او شويه بالمكسرات حسب رغبتكم. 1.5 كوباية ميه، معلقه صغيره من اللون الاحمر اذا هو لون مائي، بس انا افضل الجل مفيش مشكله خالص، او لو هو بودره وحضراتكم تحلوه يعني تخففوه لحد ما يوصل اللون ده. معلقه صغيره من الفانيليا، ومعلقه صغيره ملح ليمون او عصير ليمون. دي الطريقة البسيطة الجميلة بتاعة الايه؟ الدومية. انا هحط لكم بس هنا كمان البايركس بتاع الملبن كده، هنا يتقدم علشان اصحابنا اللي ما شافوش الحلقة يعرفوا ان احنا عاملين صنفين للملبن اهو كده.
الملبن انا عايزه اقول لكم اللي في القالب ده وبيتقطع بيبقى روعه لما بنزله بقى في النشا والواد يقعدوا كده ويحطوه في سوليفان وفيونكات وحاجات بتبقى جميله وتحط كده في بونبونيره لطيفه. عايزه اقول لكم الواد بيفرحوا قوي بالحاجات دي. طيب يلا بينا نبدا اول مرحله. هعمل الدوميه ازاي؟ هنبدا اول حاجه هناخد اول حاجه الميه. الميه اللي هي عباره عن كوبايه ونص سكر لقد ايه ميه؟ نص كوبايه ميه مع كوبايه ونص لوحدهم الاول. يلا بينا تعالوا. الله على الملبن، تسلم ايديكوا والله. هاخد كوبايه ونص ميه اهي، اهو كوبايه ونص ميه. هنضيف السكر اللي هو عندي كوبايه ونص. خليني اخد برضو الواسك ده يعني ايه يبقى يحل المشكله. هعاير برضو كده معلش عشان انا ايه مهم قوي المعايير دي. كده كوبايه في سكر تاني. ها هنشوف النص هيطلع قد ايه، هحتاج عليه ولا لا. هاخد شويه لان دول ما كملوش النص اهي، وانا لازم اخد كوبايه ونص. شوفوا كده اهي ادي النص تمام. كوبايه ونص ايه من السكر على كوبايه ونص من الميه. هندوب برضو الحاجات الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله تعملوا الحاجات دي في البيت طول الوقت، وهي اصبحت الخامات مكلفه على الرغم ان هي في البيت والله بتتعمل بنفس الخامات بره، بس يمكن هما يعني الاسعار بتبقى عاليه شويه، كسرات بنجيبوها من بره فبتقف اعلى، يعني احنا نقدر في البيت نعمل الحاجات دي على قد اللي موجود عندنا، مفيش مشكله خالص. هناخد بقى العسل الجلوكوز. خليني اخد المعلقه دي احط عليها شويه زيت كده عشان لما انزله ينزل على طول، ما ايه ما يقعدش يلزق في المعلقه بتاعتي كده. هنحط اوبا هنحط العسل الجلوكوز. تعالي انت هنا اهو بسم الله كده اهي، وهي دي الكميه كلها الحمد لله. النص كوبايه خلاص تمام جدا. وانا عايزه بس الويسك بتاعي حاجتي ترجع لي، الويسك بتاعي يجي. ايوه كده. وهنقلب بقى الخليط ده كله لحد ما ندوب العسل الجلوكوز في الخليط. بسم الله اهو مع الميه مع السكر الويسك الستانلس كده. هنقلب يدوب بقى تماما. هنبدا بقى نشتغل تاني نعاير النشا مع بعض ونحطه في الميه وندوبه في كوبايه الميه. نص كوبايه النشا في كوبايه الميه اللي اتفقنا عليها مع حضراتكم، والنشا زي ما اتفقنا باكد تاني يكون نوع كويس، ما تجيبوش نوع سايب. السايب ده ياخد كميه كتيره جدا يوصل ممكن معاكم الكوبايتين نشا، هتبقوا انتم مش مصدقين. لانه ما بيبقاش نفس الايه نفس اللي احنا بنعمل منه. عشان كده انا بقول لحضراتكم على النوع يبقى كويس، نوع من انواع العلب اللي ليها ماركات كويسه يعني. خلاص هناخد بقى كده اللي هنا النشا. انا عندي هنا نشا نص كوبايه، خليني اعاير النص كوبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا اهو مع حضراتكم كل حاجه قدامكم اهي بالكوبايات. يا اهو خلاص. هاخد بقى بوله كده هحط فيها هنا معلش في نص معلقه طارت مني كده، وهاخد كوب الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه الميه هنعلي بقى النار هنا تمام، وهنبدا ندوب الخليط النشا في الميه كويس
علشان انزله فين؟ على الخليط اللي احنا حطيناه من عسل الجلوكوز السكر والميه، ودوبناهم مع بعض. بصوا بدا يغلي ازاي في الطاسه اهو كده، ادوب تماما كميه النشا كويس جدا، ميه عاديه بسم الله اهو اهو. وهجيب بقى الويسك بتاعي دلوقتي. بقى كمان عندي جيلاتين، جيلاتين هبدا احطه قد ايه؟ تلت كوبايه هبدا احطه هو كمان، ادي التلت، بس ده هيتحط في ميه سخنه اهو. ادي التلت كوبايه وادي الميه السخنه. قد ايه ميه سخنه عندي للجيلاتين؟ نص كوبايه اهي. هنخلينا نحط النص الاول. اوبا بسم الله اهي، وننزل كده هنا برضو، بنقلب عشان ما ايه ما يفرطش مني ويكلكع، لازم يبقى ايدي فيه بسم الله. حتى الجيلاتين لو جمد ما يهمكوش، ده جيلاتين حيواني النباتي بيبقى المقدار هيتضاعف، يعني لو بتستخدمه النباتي هياخد اكتر من الكمية دي. بصوا ده الحيواني خلاص اهو. خليني ابدا انزل الجيلاتين وهنقلب هنا كده شويه وبعدين هنحط الفانيليا عشان ريحه الجيلاتين الحيواني يبقى ليه ريحه كده مميزه شويه. معلقه كبيره عصره الليمون وبعدين هحط اللون. اول حاجه لازم اربط باللون، عايزه الويسك بتاعي، الويسك بتاعي اهو ماشي. قلب بسرعه ونشوف اللون. الله، حاجه تشجع الاهلي معانا برضو صح ولا ايه؟ بتقول ايه يا عاصم؟ ماشي، معجب انت بالملبن ده صح؟ ماشي، هندوقك هندوقك. بصوا كده شايفين الجمال؟ ويلا بقى هيبدا اللون يبقى معانا لحد الشفاف. هجهز عندي برضو من الايه، من البايركس، ما تعملوش بارتفاع كبير، اعملوه بارتفاع حلو. انا عايزه احط في الاخر هنا شويه نشا، معلش ده نشا اهو، عشان لما احطه ما يلزقش في ال، فشويه نشا حلوين كده خلاص في القاع كده. هسيبه يتقل بس انا ايدي فيه مع التقليب. خليني بقى ايه كده زي ما حضراتكم شايفين. تمام، بدا اللون يشف يشف، يعني يبقى شفاف. طب انا لو مش عايزه استخدم الجيلاتين يبقى احط اول حاجه الميه السخنه مع الجيلي. هجيب باكت جيلي احطه مع الميه السخنه في الاول واقلبهم مع بعض، وبعدين اضيف عليهم النشا وباقي المكونات. اول ما يبدا يتماسك هصبه، هيوصل لمرحلة معينة كده. خليني معلش اجيب سباتيولا، مش عايزة ازعج حضراتكم بالصوت ده، هو مضايقني انا شخصيا. تعالوا بقى نحط السوداني دلوقتي ونقلب كده. خلوا بالكم لسعته وحشة جدا. هنحط بس حبة سوداني سلام. تعالي انتي ما تجريش اهم، علشان يدونا الشكل الحلو. وتقدروا كمان ترشوا تحت، تقدروا ترشوا تحت او على وشه زي ما تحبوا، ووقت التقطيع بيبان زي ما احنا عاملينه كده، هتلاقوه روعه. اهم حاجه وقت التقطيع بقى لازم يكون في السكينه محطوطه في نشا، وتبداوا تقطعوا جنب جنب بعد ما تتحط في النشا كويس قوي. معلش انا هخف الحراره هنا خلاص عشان بيطرطش جامد جدا، وده لسعته قويه جدا. ربنا طبعا يسلمكم من كل حاجه وحشه. بصوا كده لازم يتقل عن كده شويه، بس شوفوا وصل للمرحله الشفافه ازاي، هي دي بقى ايه المرحله الحلوه.
خلاص بفضل اقلب اقلب بيطرطش جامد. مش عارفه اوديها فين. عشان الطرطشه دي انا المفروض اهدي النار، بس انا عشان على الهوا ما اقدرش، ان انا الوقت قليل. بصوا كده شايفين الجمال، تعالوا بقى عشان نلحق ايه. الله، يتقل 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 يتقل. الجيلاتين ده بقى هيخليه زي الملبن. عايزين تعملوه ساده وبالوان مختلفه؟ ماشي، ممكن تقسموا الخليط ده على 2 طاسه او 3، اعملوا كل واحد بلون شكل، هيبقى روعه. تقدروا تنزلوه في سكر عادي سنترفيش زي المكعبات بتاعه الاطفال اللي بنشتريها، الكاندز بتاعه الاطفال اللي بنشتريها من السوبر ماركت في اكياس. خلاص، بصوا قصر جامد، ويلا بينا. العشر دقايق دول تمام، يتقل بس ويتصب بتقل. اول ما بيتقل شوفوا بدا يتقل ازاي، استنى عليه عشان ما يبقاش خفيف. وبرده انا مش عايزاه يشد جامد لدرجه ان انا اجي اشده ما بيتشدش، انا عايزاه يبقى في طراوه، تحسوا وانتوا بتمطوه كده بيتمط. ماشي، كميه الجيلاتين دي مظبوطه على الجيلاتين الحيواني. ممكن ايه حبايب قلبي؟ لا خلاص، هو هيتقل الجيلاتين ده اول ما يسقع، طول ما هو على النار سايب، اول ما يدخل تلاجة ويبرد يشد خلاص. فمفيش حاجه اسمها مش هنحط نشا عشان هو سايب قدامي، لا ده هو لازم يبقى كده، بس انا بشوف التخانه بتاعته تبقى مظبوطه. انا هجرب دلوقتي معاكم اهو اهو، انا شايفه ان كده كويس قوي، ويلا بينا نصب. بسم الله، بس ده الارتفاع كويس، هعمل 2 بايركس بالارتفاع ده، مناسب جدا. انا استخدمته، بس انا هجيب واحد تاني معلش عشان نعمل الايه اهو، واحد بايركس تاني علشان دي كميه حلوه. هناخد برضو من النشا بتاعنا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، النشا كده في القاع عشان يبقى في التمام. وهناخد باقي الخليط، يلا بينا. بصوا بقى، ويلا بينا نقدم بقى الحلو ده هناك جنب الأمامير اللي هناك. وبعد إذنكم استعرضوا لنا الشكل الملبن الأحمر والدومية علشان أصدقائنا يشوفوه، والحاجات الحلوة اللي احنا عملناها النهاردة. النهاردة عملنا الملبن الحبل والملبن اللي بيتقطع فيه البايركس من نفس العجينة الملبن الحبل من غير ما نجهد نفسنا في وصفات كتير، ودي وصفة جميلة هتعجب حضراتكم جدا. وقدمنا معاهم كمان، بص هيبدأ يشد ويبقى جميل، لازم يقعد 4 ساعات على الأقل علشان لو سمحتوا، أيوة السفرة كده تبقى جميلة. والملبن شفتوا اللي في البايركس اللي بالمكسرات الكتير غير الحبل، وعملناه بطريقة سهلة، أي حد يقدر في أول مرة يعمله تبقى الطريقة ناجحة. دلوقتي بقى هنستسمح حضراتكم، نطلع استراحة ونستقبل الفقرة الطبية مع بعض، في انتظاركم.